مقنع. أول من ابتدع هذا الأسبوع الأسلوب كان المدير الإسباني الراحل يوهان كوريف أو لويس أرجونوس مع المنتخب الأسباني. وكرة خطيرة وهدف، هدف، جول 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 لصالح الورقة البديلة. اللعب المتألق، شوف محمد شريف في الدقيقة 63. يا سلام يا سلام يا شريف، محمد شريف لدغة أولى لصالح فريق وادي دجلة، وسجد لله، هدف أول دجلاوي على مرمى أسوان. ما يفعلهاش شيء الحارس رضا السيد. أدي أمامنا في العادة، دخلت الماكينة، عمل سروباس رائع وتسديدة باليمين تصل الأقصى اليسار على الحارس رضا السيد. يا سلام، روعة 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 من اللاعب محمد شريف. يا جمالك يا روعة أقدامك يا شريف.